ما زالت البلاد تتأثر بانخفاض طفيف في درجات الحرارة. عندنا انخفاض طفيف بمعدل درجتين ل3 درجات، والحقيقة ان احنا منذ امس كان في كمان نشاط للرياح، وده كان بيؤدي لاضطراب في حركة الملاحة البحرية، وده بالإضافة لفرص سقوط الأمطار في أغلب المحافظات. خلونا نعرف المزيد من التفاصيل اليوم إيه، خصوصا أنه تتوقع الهيئة أنه يكون في بيستمر معانا الانخفاض في درجات الحرارة، ده بالإضافة للعودة لظهور الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة طبعا من المسطحات المائية. المزيد من التفاصيل هنعرفها من دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا دكتور منار. أهلا بيكي أستاذة جرمين، وأهلا بكل متابعي اليوم السابع. بحضرتك دكتور، يعني احنا ايه تفاصيل حالة الطقس عندنا اليوم؟ إحنا طبعا بنعيش أجواء خريفية بامتياز في معظم محافظات الجمهورية، فترات النهار وفترات الليل، وانخفاض في قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية. يمكن إحنا بدأنا الانخفاض ده من أمس الثلاثاء بمعدل من 2 لـ3 درجات، لأن متوقع العظمى على القاهرة اليوم سجل 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده بفعل مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض. ده المنخفض بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار فترات النهار، فبتحجب جزء من أشعة الشمس، فبتساعد بشكل كبير على انخفاض قيم درجات الحرارة وكمان انخفاض نسب الرطوبة، أو إحساسنا بنسب رطوبة أقل. فبالتالي أجواء فترة النهار ما بين الأجواء المائلة للحرارة في معظم محافظات الجمهورية، لأن أغلب المحافظات بتتأثر بانخفاض قيم درجات الحرارة. كمان الانخفاض ملموس أكثر فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس، بيحصل مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. ده طبيعي، الصغرى فترة الليل بدأت تنخفض ونسجل قيم درجات حرارة 22 و21 صغرى على القاهرة الكبرى. كمان بعض المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة بشكل كبير، بتحس بقيم درجات حرارة أقل. فمجمل أجواء فترة الليل بتكون أجواء معتدلة على معظم المحافظات، بل كمان في بعض الأماكن في ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر هتحس ببعض البرودة الخفيفة. بالإضافة كمان يمكن إحنا عندنا نشاط للرياح بنحسه أكتر فترات المساء ساعات الليل، هو طبعا مش قوي بالشكل الكبير، وجود نشاط رياح فترات المساء يساعد أكتر على تلطيف الأجواء. وخلينا ننوه كمان إن كان عندنا اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية أمس وأول أمس على البحر المتوسط، وأصدرنا تحذير بهذا. اليوم قلت سرعات الرياح على البحر المتوسط، فبالتالي عاد البحر المتوسط مؤهل تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. ارتفاع أمواج اليوم ما بين 1.5 لـ2 متر، وهكذا أيضا البحر الأحمر مؤهل تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. بالنسبة للظواهر الجوية المؤثرة معانا خلال الأيام اللي جاية، الشبورة المائية. الشبورة المائية كثافتها هتختلف خلال الأيام اللي جاية من يوم للتاني، ممكن تكون كثيفة في بعض الأماكن، وطبعا احنا عارفين الشبورة المائية بتظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي إن شاء الله مش هتأثر تماما على حركة المرور، وسرعان ما هتختفي وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. بالنسبة لفرص سقوط الأمطار اليوم، هي قلت طبعا وانحصرت في بعض الأماكن من سواحلنا الشمالية الغربية. اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية زي سلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، لكنها غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، فقط أجواء خريفية في معظم محافظات الجمهورية. يمكن الأجواء دي كمان متوقع أنها تستمر معانا لحد بداية الأسبوع اللي جاي، يعني ما عندناش خلال الفترة اللي جاية على الأقل في الـ4 أو 5 أيام الجايين أي ارتفاعات في قيم درجات الحرارة أو أي ظواهر جوية ممكن تأثر إن احنا نستمتع بالأجواء، خاصة إن احنا عندنا أجازة مع بداية هذا الأسبوع إن شاء الله. إن شاء الله. لكن مهم ناخد بالنا من البرودة اللي بدأت تبقى موجودة فترات الليل، وفرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل بدأ يزيد، ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد. فلو احنا من الناس اللي بتخرج فترات الصباح الباكر أو بنرجع من أشغالنا فترات الليل المتأخر، فيفضل تكون الملابس خريفية، يفضل استحباب قطعة ملابس إضافية عشان لو حسينا بالبرودة نرتدي هذه القطعة الملابس. القيادة تكون بهدوء تام على أغلب الطرق مع وجود الشبورة المائية فترات الصباح الباكر. وما زلنا بنأكد إن احنا في الخريف، رغم إن هو فصل الاعتدال في قيم درجات الحرارة، لكن هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، فلازم نتابع النشرات الجوية بصورة يومية، لأن وارد يحصل تغير في التنبؤ الجوي في أي وقت.
طبعا يا دكتور، يعني فصل الخريف معروف بيه التقلبات الجويه السريعه والحاده، لكن عايز اقول لحضرتك ان احنا في النصف الاول لسه من الخريف، لكن مش بنفس سمات فصل الصيف. يعني عاده النص الاول من الخريف بيكون فيه ارتفاع في درجات الحراره زي الصيف، لكن احنا مش بنشهد ده في النصف الاول من الخريف. احنا في النص الاول من الخريف بنقول بناخد بعض سمات فصل الصيف، مش كل سمات فصل الصيف. فمجمل النص الاول من فصل الخريف قيم درجات الحراره بتكون فيه معتدله، واجواء خريفيه قد يتخللها بعض الايام اللي بيكون فيها قيم درجات حراره اعلى من المعدلات. ده بنلاحظه في النص الاول من فصل الخريف. النص الثاني بيختلف لانه بيبقى اقرب لسمات فصل الشتاء اللي في اغلبه انخفاض في قيم درجات الحراره. فاحنا وارد لو في الايام اللي جايه احنا الاقل بنقول لحد بدايه الاسبوع اللي جاي ما فيش اي ارتفاعات، لكن وارد بعد انتهاء الانخفاضات اللي احنا فيها يحصل ارتفاعات، لكن ما بتكونش بنفس يعني الشده بتاعه نفس فصل الحدة. الصيف، لان نسب الرطوبه قلت، قيم ومعدلات قيم درجات الحراره بتنخفض كل شهر، فبالتالي مش هتبقى بنفس الشده، وحتى كمان مش بنفس المده. يعني لما بيحصل ارتفاع بيبقى يوم اتنين بالكتير وبنعود تاني للاجواء الخريفيه او انخفاض قيم درجات الحراره. طب وهل تستمر معانا فرص سقوط الأمطار خلاص الأيام المتبقية في الخريف؟ لا طبعا، احنا يمكن فرص سقوط الامطار بتزيد في النص الثاني من فصل الخريف. يعني احنا النص الاول من فصل الخريف بتبقى فرص سقوط الامطار موجوده، لكن بتزيد اكتر في النص الثاني النص من التاني، فصل أنا قصدي الخريف. الأيام اللي في النص الأول. تمام، أوكي. فبالتالي احنا عندنا فرص سقوط الامطار الى الان هي غير مؤثره، يمكن هي موجوده فقط كمان على بعض الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط. واحنا قبل اي حاله جويه بتبقى الامطار مؤثره فيها بشكل كبير، احنا بنحذر قبلها بوقت كافي عشان ناخد احتياطاتنا، لكن نطمن على الاقل اسبوع قدام الاحوال الجويه مستقره، ما فيش اي يعني ظواهر جويه ممكن تخلينا يعني او تاثر على اي اعمال انشطه يوميه. بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. شكرا ليك يا دكتور على وجودك معنا. شكرا لك يا فندم. شكرا. شكرا ليكي. ودي كانت ابرز التفاصيل الخاصه بحاله التقلبات الجويه اللي احنا بنشهدها. طبعا كان في زي ما قلنا كان في عندنا امس الرياح، لكن ان شاء الله هيكون في استقرار في الحاله الجويه على مدار الساعات والايام القادمه زي ما قالت لنا دكتور منى. شكرا لحضراتكم وكونوا معنا دايما على شاشه الامساك.